ويلكم بيافري، اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنشوف تقريبا جميع انواع الحجاره، البطاريات بتاعه الدرون، بطاريات الدرون تقريبا، يعني فاضل المافيك. مافيك بس هو اللي ما جبتهاش، مش موجوده معايا حاليا، بس هي مش هتختلف كتير عن اللي هتشوفوه. عايز قبل ما ابدا اقول لكم قصه صغيره عن البطاريات. البطاريه بيبقى ليها طرفين، طرف سالب وطرف موجب، وفي بطارية تانية ليها طرفين يعني كده سالب وموجب وخلاص، زي اغلب البطاريات، اغلبية البطاريات للطائرات الرخيصة. هبدأ بالرخيص الاول، الرخيص كلها طرفين، يعني هتلاقي البطاريات الرخيصة اغلبيتها طرفين، حتى لو بطارية صغيرة دي بتاعت هليكوبتر، بتاعت هليكوبتر بتبقى طرفين بس، طرفين 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 طرفين. اوكي، البطاريات الاغلى شوية كل ما البطارية تبتدي تزيد سعرها يزيد، يعني البطارية دي سعرها من 2 دولار لغاية 5 دولار، اوكي، حسب كل اللي هي البطاريات الصغيرة دي، حسب كل بلد يعني حسب ضريبة المبيعات. نيجي للبطارية اللي بعد كده بتبتدي مثلا من 5 دولار برضو لغاية مثلا 10 دولار، اوكي، لغاية 10. دي بيكون فيها برضو سلكتين، بس بيكون في الشاحن بتاعها يعني سلكتين، واحد سالب واحد موجب، وفي الشاحن بتاعها ثلاث سلوك. ليه؟ دي جواها بطاريتين، يعني دي عباره عن بطاريه الثانيه سالب موجب سالب موجب، ادي سالب وادي موجب وادي موجب وادي سالب وادي موجب، اوكي، سالب موجب سالب موجب، بياخد السالب والموجب مع بعض يعملوا طرف، وادي اثنين ثلاثه، ادي الثلاث اطراف بتوعهم. طب والطرفين التانيين اللي هم دول، اللي هو السالب ده والموجب ده، خد سالب لقوا البطارية، يعني ادي بطارية ادي ثانية، دي بطارية واحدة، اوكي، خد السالب خد السالب بتاع اول بطارية وخد الموجب بتاع ثاني بطارية، هنا خد سالب موجب، واحدة سالب واحدة موجب، اوكي، بطارية واحدة. الاغلى شويه بيبقى فيها البطاريه فيها سلك سالب وموجب زي ما اتفقنا، عادي خالص لازم سالب وموجب، وفيها اربع سلوك. طب الاربع سلوك دول ليه؟ عشان جوه في ثلاث بطاريات، ثلاث بطاريات، ادي بطاريه ادي اثنين ادي ثلاثه، سالب موجب سالب موجب سالب موجب. ادي بطارية 2 3. هتقولي الكلام ده انا مش عايزه، مش عايز افهمه، الكلام ده لو فهمته هتعيش حياة مختلفة مع الدرون، مع مع البطاريات، مع الكلام ده. الكلام ده ما تزهقش منه، القطه، يعني 3 دقايق من عمرك مش هيحصل حاجة. قعد 3 دقايق ما فهمتش حاجة خلاص اوكي. بس أؤكد لك انك هتفهم. عندي سلكتين زي العاده الاساسيين اللي هيروحوا للدرون، ادي الموجب وادي السالب، دول اللي رايحين للدرون، موجب وسالب موجب وسالب، دول رايحين للدرون. طب والثلاث بطاريات دول عشان يديني سلكه هنا وده، يديني سلكه ده مع ده، يديني سلكه ثانيه ده مع ده، يديني سلكه ثالثه، ادي واحد ادي سلكه ثالثه، ادي سلكه اثنين ثلاثه، سالب خد الموجب بتاع ده وصله بالسالب، وخد الموجب بتاع ده وصله بالسالب، وخد الموجب السالب بتاع ده وصله بالموجب هنا. فبقى عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة، عندي أربع سلوك، أدي سالب وأدي موجب اللي هما الاثنين دول، وعندي ما بين دي ودي سلكة، وما بين دي ودي سلكة، أدي السلكتين التانيين، أدي سلكة اثنين ثلاثة أربعة، أوكي. ونفس الكلام خمسة ستة سبعة ثمانية 10، حط زي ما أنت ما عايز. يبقى البطارية اللي فيها أربع سلوك جواها ثلاث بطاريات، بطارية اثنين ثلاثة. اوكي، نشوف الكلام ده بقى ايه. هل اقدر اغير من بطاريه لبطاريه؟ بطاريه تقدر، تقدر بقى. هقول لك الشروط انك تقدر تغير من بطاريه لبطاريه. تقدر، اه تقدر طبعا، تقدر ونص وثلاث ارباع، مش اي مشكله تقدر تغير. ناخد البطاريات الرخيصه، دي البطاريات الرخيصه اللي في السوق بيتراوح سعرها ما بين 2 دولار و5 دولار، كل دي بطاريات رخيصه في السوق، اوكي، سلكتين عادي خالص. طب انا عندي طياره تانية
نفس الحجم بس مش نفس السلوك. اقطع دي وركب الجاك ده مكان الجاك ده. يعني دي انا عملتها قبل كده، رحت قاطع وحطيت سلك سكوتش هنا، شريط لحام احمر وشريط لحام اسود عشان ايه المنظر حتى. يعني بقى الجاك كان عندي جاك مختلف، بقى عندي جاك بطاريه باظت بتاع الطياره، خدت لها بطاريه ثانيه وغيرت بس الجاك عشان هي مش نفس السوكت ده، مش يعني ده غير ده، بس هي احمر وازرق يعني، هما سلكتين سلكتين سلكتين. فتقدر تغير كل الانواع دي، تقدر حتى دي على حسب الطياره هتشيل. يعني واحده زي دي وحطيت لها واحده زي دي، هل الطياره هتشيلها؟ ده السؤال، هل الطياره في مكان ليها هتشيلها ولا ما فيش مكان؟ هتضطر تلزقها بره الطياره، بره المكان بتاعها، لو المكان بتاعها. هتقولي بس دي كبيره ودي صغيره، اه الامبير مش الفولت. دي صغيره عشان دي امبيرها قليل، يعني دي الامبير بتاعها 130 180 ملي امبير، ودي الامبير بتاعها كام؟ ودي الامبير بتاعها 2000 ملي امبير. اوكي هتقول لي 2180، اه مفيش مشاكل. اللي هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه، الطياره بدل ما تقعد 3 دقائق تطير هتقعد 10 دقائق تطير. ده الفرق، هتطير وقت اطول، الطياره مش هتبوظ، لا مش هتبوظ لغايه في حدود العقل زي ما اتفقنا، في حدود العقل. يعني ما تاخدش مثلا واحده 20 امبير، لا في حدود العقل. يعني دي مكان دي، اه دي مكان دي، دي مكان دي، اه دي مكان دي، لكن ما ينفعش اخد دي مكان دي. يعني هطير معك اطول، اه بس هتتعب الموتور، حرام هتتعبه، لكن في حدود العقل. دي مكان دي، اه دي مكان دي، اه وهكذا. دي اغلبيه الحجارات للطيارات الصغيره الرخيصه. الطيارات الرخيصه يعني ايه؟ نظام طياره من 5 دولار الطياره، 30 دولار الطياره، هتلاقيه هتلاقي الحجاره كده. اه في طيارات بخمسه او البطاريه بخمسه، ايوه هو بيبيع لك الطياره مع مثلا بطاريه واحده، تشيل تقول له عايز بطاريه ثانيه يقول لك اربعه، تشيل الطياره بخمسه يقول لك هو كده، هو النظام كده. لان البطاريات دي بتبوظ بسرعه، البطاريات دي مش هتكمل معاك شهر طيران وبس. انا بقول لك بصراحه شهر طيران مش هتكمل معاك شهر طيران، او عايز احسبها بالساعات احسبها بالساعات. يعني مثلا اديك كام ساعه هتديك، يعني هي اوريدي البطاريه دي لو خدنا الكبيره شويه ال 2000 امبير هتقعد معاك 10 دقايق كتير، 9 دقايق 8 دقايق 10 دقايق 10 دقايق. اوكي خلينا في 10 دقايق عشان نبسط الامور. البطاريه دي هتقعد معاك 10 دقايق، 10 دقايق هتطير معاك شهر، يعني هتاخد معاك شهر وترميها في الزباله، ملهاش حل، هترميها في الزباله. طب هتطير كام ساعه في اليوم هنا؟ اللي بيطير هتطيرها 10 دقايق وبعدين تتشحن، هي بتتشحن في 3 ساعات 4 ساعات، هتشحنها في 3 4 ساعات وبعدين ترجع تطيرها 10 دقايق، ما تشحنها 3 4 ساعات. احسبوها بقى كده معاكوا، هتلاقي بتفاجئ انها معاك مش هتقعد معاك في الاخر 10 ساعات طيران، مش هتقعد 10 ساعات. انا بقول شهر عشان ما تزعلوش مني، لو قلت لكم 10 ساعات هتضربوني انا عارف. لا هي هتطير معاك 10 ساعات اقصى حاجه، اقصى حاجه على فكره، اديك الحد الاقصى لو حافظت على البطاريه. طب ازاي احافظ على البطاريه وهي سخنه ما تشحنهاش؟ يعني انت هتطلع البطاريه من الطياره مولعه نار، نار نار بمعنى كلمه نار، سخنه سخنه، تركنها على جنب ما تجيش جنبيها. لما تبرد تماما، خلي بالكم من كلمه تماما دي، تبرد تماما اشحنها. طيب وايه تاني احافظ على البطاريه ازاي؟ احافظ على البطاريه انك شحنت البطاريه، يعني انا حطيت الشحن في البطاريه. اوكي بشحن البطاريه، شحنت اللمبه معايا نورت وكله تمام واتشحنت البطاريه. رحت انا شايل ده من الكهرباء وسبتها كده، رميت البطاريه. لو سبت البطاريه في الشاحن بتاعها هترمي البطاريه. هنا جوه في مكونات، الشاحن ده جواه مكونات، المكونات دي بتاكل البطاريه منك، لازم تفصل ده. ممكن تخلي ده في الكهرباء او في الكمبيوتر يعني، مفيش مشكله، لازم ده يتفصل. لو فضلت سايب ده كده انت مش هتكمل معاك يوم، هترميها. انا بقول لكم بصراحه هترميها، لو فضلت سايب دي كده هتفاجئ البطاريه باظت منك، لو سبتها كده باظت منك البطاريه. يبقى بعد ما اشحن البطاريه افصل البطاريه. طب وبعدين فصلتها وسبت البطاريه في الدولاب، على الاقل كل شهر تطلعها تشحنها وترجع ترجعها تاني مكانها لوحديها. يعني اشحنها كل شهر وارجعها،
اصل انا هطير الطياره مره في الاسبوع، وماله طيارها مره في الاسبوع، طيارها مره في الشهر، طيارها مره في السنه، مش هي دي القضيه. عشان تحافظ على بطاريتك لازم تتشحن وتتشال وهي مشحونه كده، ما تتشالش فاضيه بالمناسبه، لان البطاريه بتفضي نفسها بعد شويه، يعني انت بعد شهر هتلاقي البطاريه فضيت. لو سبتها شهرين البطاريه خلاص مش هتستقبل منك شحن، هي فضيت تماما مش هتقدر تستقبل منك شحن. فخلي بالك من النقطه دي، انك على الاقل كل شهر، لا كل شهر ايه يعني، كل اسبوعين تشحن البطاريه. حتى لو مش هتستخدم الطياره طلع البطاريه اشحنها وارجع اكتبها تاني. خليني اقول شهر عشان ما ضايقكوش، يعني شهر مش هتلحق تفضى قوي يعني، او يعني خلاص هتبقى على حروفك يعني، بالليل تشحنها وترجع تسيبها في الدولاب تاني، مش مشكله. ما تسيبش البطاريه فاضيه مش مشحونه، لو فاضيه وجيت شحنتها مش هتشحن. يعني لو سبت البطاريه فاضيه لمده شهرين هتيجي تشحنها مش هتديك شحن، مش هتستقبل منك شحن. شهرين ثلاثة مش هتعمل منك شحن. كده بقول لك شهر بالكثير واشحنها وسيبها بره. الكلام ده في كل انواع البطاريات، مش في دي بس، في جميع انواع البطاريات ما تسيبش البطارية بره الشحن أكتر من شهر. بره الشحن، بعد شهر اشحنها وسيبها. هتستخدم الطيارة مش هتستخدم الطيارة عشان تحافظ، يعني أنت بتتكلم في بطارية ثمنها 5 دولار، في بطارية ثمنها 100 دولار. هترمي 100 دولار في الزبالة لو ما عملتش كده، لازم تاخد البطارية تشحنها بعد شهر وترجع تحطها في الدولاب تاني، تشحنها بعد شهر ترجع، هتسيبها شهرين ثلاثة أربعة هتيجي تلاقيها سافرت. واضح الكلام؟ حتة أخيرة، لو شحنت البطارية وأنت بتشحنها لقيت ده عدى عليه ثلاثة أربع ساعات وما طفاش وعمال بيشحن فيها والبطارية بقت مولعة نار، تعرف إن ده باظ، إن الشاحن باظ، إلحق إسحب البطارية. فلازم تراقب البطارية وتشحن، مش تشحنها وتخش تنام. يعني تشحنها بالليل وتقول الصبح أشيلها، لا ما ينفعش. البطاريه دي ممكن تنفجر وتطلع البيت كله. كذلك على فكره في التليفون، يعني التليفون ما ينفعش تحطه في الشاحن بالليل كده وتنام، لا صدقوني لا، هي ممكن تكون انتوا عملتوها وما حصلتش حاجه، بس نسبتها 10% ان البطاريه تنفجر. خلي بالك عندك نسبه 10%، 10% ان البطاريه ممكن تنفجر منك لو هي في الشحن. يعني انا حطيتها كده في الشحن كده اوكي، وحطيت ده في الشحن وشحنت اوكي، نورت اخضر يعني البطاريه مشحونه ماشي. لو سبتها كده في الشحن البطاريه هتبوظ. لازم طالما نورت اخضر سيادتك تسحب البطاريه. وفي نفس الوقت ممكن ده الحته البتاعه دي المعفنه الصغيره دي يعني تبوظ من جوه، ما فيها مكونات من جوه هتبوظ، ممكن تبوظ. فلما تبوظ هتفضل تخلي دي تستمر في الشحن، هتفاجئ البطاريه سخنت ضربت. طب ضربت هيحصل ايه؟ ما تضرب، ما 2 دولار ولا 5 دولار وغار يعني. لا البطاريه دي لما بتضرب بتعمل نار، يعني وانت حاططها على حاجه زي كده مثلا ده ولع نار، ولع نار، النار كتر ده، غير كده بتطلع ريحه سامه، الدخان بتاعها سام، يعني ممكن سيادتك تبقى نايم الدخان بتاعها بس يموتك. انا مش بخوفك بس بديك ارشادات انك تخلي بالك على حياتك وحياه اسرتك قبل ما تخلي بالك على البطاريه. ما تسيبش البطاريه بالليل وانت نايم، ما تسيبهاش، اي حتى تليفونك، اي بطاريه ما تشحنهاش وتنام. بتشحن بطاريه عينك عليها. هتقول لي انا دايما بعمل كده، بحط التليفون بالليل وبنام. ايوه هي بتصادف معاك ان هي عدت، لكن في ناس مات وعيله كامله ماتت بسبب حركه زي كده، انه حط الشحن. ما تزهقش مني وتجري واحده واحده، في كلام مهم جاي بس انت حر. اوكي؟ عشان ما ادورش في الموضوع اكتر من كده، يبقى خلصنا من البطاريات الخمسه 2 3 4 دولار، كل دول زي بعضيهم خلاص خلصنا منهم. اقدر اغير الجاكيت، اقدر اغير الجاكيت زي ما وريتكم، تقدر تغير تقطع الجاك وتوصله بجاك تاني بحيث يتناسب مع الطياره بتاعتك. النوع ده عامل فيه ايه؟ النوع ده هو النوع ده، مفيش اي اختلاف. يعني هنا هتلاقي البطاريه دي هنا، هي دي هنا بس دي في اتنين، هتلاقي بطاريه وجنبها بطاريه تانيه. عشان كده حطيت لك ثلاث سلوك. ليه؟ نرجع تاني، ثلاث سلوك يعني بطاريتين، بطاريه اثنين، واحده ادي سلك وادي سلكه ثانيه وادي السلكه الثانيه، سلكه اثنين ثلاثه، ادي الثلاث سلوك اللي عندي. يعني انا اقدر افتح دي واحط لها بطاريتين؟ تقدر تفتح العلبه من جوه لو باظت البطاريه، تفتح العلبه من جوه تحط بطاريتين صغيرين كده. في فيديو في القناه على الكلام ده، يوجد فيديو في القناه على الموضوع ده، عملناه مع بطاريه كبيره، وتحط بطاريتين، بطارية هنا، بطارية تانية جنبيها،
كده بطاريتين جنب بعض اوكي، وتروح واخد سلك سالب مع وسلك موجب وسلك تنت توصلهم ببعض، يديك التلات سلوك دول. التلات سلوك دول سلكه 2 3 هي عباره عن سلكه السالب الاولى اللي هي دي، والسلكه الموجب الاخيره اللي هي دي، والسلكه اللي في النص دي موصل السالب الموجب ده، وصل ده بده الداك الداك دي. يبقى لما دي تبوظ منك انت محتاج البلاستيكه دي، عشان البلاستيكه دي بتخش في المكان مش هينفع دول، فبتاخد البلاستيكه وتفرغ اللي جوه وتحط دي مكان دي ودي مكان دي، وتقفل البلاستيكه تاني. خلاص كده الداك نفس الحجم والداك نفس كل حاجه، مفيش اي اختلاف. اتفقنا؟ طبعا هتنقي بطاريات ان هيديك نفس الحجم، وده اللي عملناه في بطاريه من البطاريات دي، عملنا نفس الكلام ده. اتفقنا؟ يبقى انا اقدر اغير البطاريه دي مكان البطاريه دي، ثلاث سلوك وثلاث سلوك تقدر تغير على حسب السلوك اللي عندك. طالما عندك ثلاث سلوك اوكي، عندك المساحه اوكي. البطاريه دي فيها ثلاث سلوك، واحد اثنين ثلاثه. اعمل ايه؟ نفس الكلام، هتحط بطاريتين كده بس، هتشوف بقى الامبيرات دي بتاعك، هتحط واحده اثنين. نفس الكلام بس هتحاول توضب بطاريتين ما يطلعوش عن المساحه بتاعتك اللي موجوده، عشان تقدر تستحمل نفس البلاستيك اللي هتخش في الطياره. ثلاث سلوك يعني بطاريتين جوه، في جوه بطاريتين. اتفقنا؟ او ممكن تحط على فكره بطاريه واحده جواها بس امبير عالي. يعني دور على بطاريه امبيرها عالي وتحطها جواها. او ما لقيتش الامبير العالي خلاص اوكي، يبقى هتعرف انها هتقعد معاك، بدل ما كانت بتقعد معاك 20 دقيقه هتقعد معاك 10 دقائق من الاخر. لو ما لقيتش امبير عالي. اوكي. يبقى خلصنا من كل البطاريات الرخيصه. نيجي بقى للبطاريات الاغلى شويه. الشحن لما بسيبها في الشحن بيحصل ايه؟ شايف البطاريه دي والبطاريه دي؟ او هدي ودي. البطاريه دي فيها زي دي زي دي، ثلاث سلوك للشحن وسلكتين للتيار. اوكي؟ ايه اللي حصل؟ البطاريه دي نفخت. شايفين النفخ؟ البطاريه دي ما نفختش. طب هي نفخت من ايه؟ اقول لك نفخت من ايه؟ دي زي ما هي بصحتها. دي نفخت. دي اتثبت في الشحن وفضلت تشحن تشحن تشحن، او كانت سخنه واتشحنت نفس الكلام. طب لما نفخت باظت، هي كده بتديك انذار ان انا على وشك اضرب، هتضرب. يعني واحده زي دي منفوخه كده لو حطيتها في الشحن وسيادتك نام، دي هتولع الدنيا، هتولع الدنيا بدون نقاش. فلازم تنتبه ان البطاريه لو منفوخه تعاملها بحرص شديد جدا. شغاله شغاله، من جيت شغاله هي شغاله، هي مش هتقول لا، بس بدل ما كانت بتقعد 20 دقيقة هتقعد معاك 10 دقايق. ده اللي هو فيه نظام ثلاثة. ده فيه نظام ثلاثة، أقدر أغير وأحط ده، أقدر أغير وأحط ده، أخد اثنين من هنا وأحطهم مفيش أي مشكلة. بس الأمبير هيبقى ضعيف، أخد أربعة، أخد ستة، أخد 10، تحط واحد. يعني أنت ممكن تعمل كده وتحط سالب مع سالب وموجب مع موجب، يدوك بطارية واحدة. أوكي؟ واحدة تانية، سالب مع سالب وموجب مع موجب، يدوك بطارية واحدة. أوكي؟ يبقى عندك بطاريتين، لان انت عندك ثلاث سلوك هنا بطاريتين. لا خلينا ارسمها الحركه دي عشان توصل صح. يعني عندك بطاريتين همشيهم على التوالي، على التوازي اسف. يعني سالب وموجب، والبطاريه الثانيه سالب وموجب. اوكي، مشيتهم على التوالي، ادي بطاريه وادي بطاريه. اوكي، مع بعض ادوني سلكتين بس، والتانيين نفس زيهم بالظبط. بطارية تانية، بطارية اثنين، سالب مع سالب، موجب مع موجب. ما تزهقش مني عشان توصل المعلومة. بعدين ترجع تاخد الموجب ده مع السالب ده، اداك سلك. اوكي؟ اداك ادي واحدة، وادي السلك التاني، وادي السلك التاني. ادي التلات سلوك بتوعك اللي هم هنا. عشان ما عادش ابقوا رجعوا وقفوا الفيديو وفهموه. اوكي؟ اقدر اعمل واحدة زي دي، ببطاريات زي كده، يعني احط دول كده عشان اخد نفس الحجم، انا مشكلتي في الحجم عشان تقدر تخش الطيارة. واخد اثنين صغيرين اثنين كبار، هيدوني نفس المقدره دي. الكلام ده بقوله لك لو عندك بطاريات طيارات مثلا اتكسرت منك والبطاريه بتاعتك موجوده، يعني انت هتكسر طيارات اكيد. يعني اللي بيخش في الدرون تاكد انك هتكسر الطياره، يعني انت لسه مبتدئ، زي اللي بيسوق على سياره هيكسر السياره. طب خد البطاريه بتاعت السياره على الاقل قبل ما يعني انت هتكسر ترمي السياره، خد بطاريتها. يعني هتقدر توصل للبطاريه، البطاريه دي ثمنها يعني يقرب من 25 دولار، 25 دولار، دي ب 5 دولار او 3 دولار او 4 دولار. لو عندك حاجات زي كده طيارات اتكسرت منك، شيل بطاريتها، بدل ما تخسر 25 دولار هتقدر ان انت تعمل بطاريه بالمنظر ده. هتشتغل معاك جدا، هتشتغل معاك بنسبه 1000000%، تمام، مفيش اي مشكله بالرسمه اللي رسمتها دي.
اوكي تقدر تحافظ على 25 دول تاو منه. طب دي ايه قصتها؟ نفس القصه، انت محتاج البلاستيك. اوكي هتفك البلاستيك ده وثلاث سلوك وثلاث سلوك، تقدر تحط اثنين من دول وهكذا، اثنين من دول هيدوك يعني دي طوله شويه ويعني ما اوكي اثنين من دول لو عايز هيدوك نفسك، بس مش هي الامبير هيبقى اقل، الامبير بتاعها ده عالي يعني، هتفضل توفق لو حبيت تغير بطاريه، او لو عندك بطاريه واحده بس كده، بطاريه واحده بس كده خلاص اوكي شغلها، بدل ما الطياره ما تقعد معاك 20 دقيقه تقعد معاك 5 دقائق، 5 دقائق طيران بدي دي قصاد دي 5 دقائق. ايوه انت محتاج سالب وموجب في الاخر، انت محتاج سالب وموجب، بس نقي امبير عالي، نقي امبير عالي، لان هي قصه امبير اللي بياخد الوقت، اللي بيديك وقت اطول في الطيران الامبير. يعني لو جبت سياره عربيه، لو جبت عربيه سياره، السياره هتطلع لها بطاريه امبير قليل، هتدور عربيه هتدورها بس الدينامو يشحنها وتدور مره واثنين وثلاثه، لو الدينامو ما لحقش يشحنها هتنام منك البطاريه، هتنام منك البطاريه. يعني لو انت بتقف وتطفي العربيه وتدور وتطفي وتدور وتطفي وتدور، الدينامو ما لحقش يشحن البطاريه، هتلاقي البطاريه نامت منك. طب فتجيب امبير عالي، بطاريه امبيرها عالي، الدينامو بقى براحته يشحن ما يشحنش بقى، ما انت عندك امبير عالي تقدر تدور مرات اطول، نفس الفكره هتقدر تطير مده اطول لو امبير قليل كبير. اوكي نفس الكلام هنا، دي 3 سلوك، دي 4 ودي 3، هتغير الشحن بتاعك. لو هتستخدم دي مكان دي تقدر تستخدم دي مكان دي، لو نفس الفولت، ماليش دعوه بالامبير انا بتكلم على الفولت، لو دي نفس الفولت بتاع دي هتقدر تستخدم دي مكان دي، طالما نفس الحجم ونفس الفولت هتستخدم دي مكان دي، بس هتغير الشاحن لان دي ليها بطاريات اكتر. 4 سلوك يعني 3 بطاريات، سلكتين الثلاث سلوك يعني دي 4 سلوك، يعني جوه في 3 بطاريات. طالما لقيت 4 سلوك كده 1 2 3 4، يعني اعرف ان جوه هنا في 3 بطاريات. لقيت 3 سلوك اعرف ان جوه هنا في بطاريتين. لقيت سلكتين اعرف ان جوه هنا بطاريه واحده بس، هي بطاريه واحده بس. سلكتين بطاريه، 3 بطاريتين، 4 3 بطاريات، 5 وهكذا. واحده زي دي فيها 3 سلوك بس كبيره قوي، يعني كبيره حجمها اكبر من دي ومن دي ومن دي ومن دي وتقيله زي الداهيه. ايوه اوكي فيها 3 بطاريات جوه بس امبير عالي، 1500 امبير ملي امبير. اوكي 1500 ملي امبير دي. هنا سلكتين بس يبقى بطاريه واحده بس، مع انها كبيره، كبيره لان الامبير عالي، كبيره امبيرها عالي، يعني ممكن يكون جوه في 10 بطاريات. اوكي بدي فرضا يعني جوه في 1 2 3 4 5 بطاريات بس واصلين على التوازي، على التوازي، فاداني امبير عالي، نفس الفولت نفس الفولت، هما سلكتين بيشحنوا نفس الفولت، وجوه في كنترول للشحن، يعني بيبقى في جوه كنترول عشان يشحن البطاريات يوزع الشحن بتاعه. اوكي طيب دي ينفع اركبها المكان دي؟ لو نفس الفولت ركبها، هي نفس المقاس، هتقول لي انا هفك البلاستيك، اوكي فك البلاستيك وركب دي مكان دي، لو نفس الفولت، يعني دي 7 فولت ودي 7 فولت، اوكي مفيش اي مشكله. لو دي اقل في الفولت يمشي الحال، انت بتقول لي ما تزودش فولت، زود امبير، اوكي طب ينفع اقلل الفولت؟ ينفع تقلل الفولت، بس مش هتديك الطياره النتيجه اللي انت عايزها، يعني الطياره ترتفع على ما بدي مثلا، الطياره بترتفع عن الارض 100 متر ب 9 فولت مثلا، هتديها 7 فولت هترتفع 80 متر 50 متر 60 متر، مش هتقدر، الموتور مش هيلف اقوى من كده عشان يطلع. بتمشي بسرعه 40 كيلومتر في الساعه، هتمشي بسرعه 20 25 كيلومتر في الساعه، الموتور مش هيلف اقوى، فبس مش هيحصل حاجه للطريق، لا مش هيحصل لها حاجه، هتطير هتطير مفيش اي مشكله لو قللت الفولت. طبعا زياده الفولت لا مش هكررها كتير يعني. اوكي نفس الكلام في كل البطاريات دي، نفس اللعبه ونفس الحد. نيجي للبطاريه دي، نيجي لدول، نيجي لدول الاول، دول انواع مختلفه واشكال مختلفه، اعمل ايه لو باظت؟ يعني اعمل ايه في البطاريات دي؟ مثلا البطاريه دي بدوس هنا تشتغل، ادوس هنا تطفي، طب اعمل ايه في الحواديت دي كلها؟ هات لو دي باظت منك، يعني لو دي باظت منك في الاول، لو دي باظت منك الشاحن بتاعها بيبقى هنا واللمض، انت مش هتلعب في كنترول، يعني جوه في شريحه كده كنترول فيها شويه مكونات وحاجات، مش مهم دي مش قضيتنا، اللي هي مدياك النور ده، مدياك 3 ليد كده، الليد اللي انت شايفه ده
ومديك ساحل ومديك زرار، ده في الكنترول. انت هتاخد الكنترول ده زي ما هو، وهتلاقي ان الكنترول ده بيشحن 3 بطاريات 4 بطاريات 5 بطاريات. الكنترول ده خارج منه كام سلكه؟ اللي هنا خارج منه 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 اوكي 6. اعمل ايه في السته؟ هل جوه في 5 بطاريات؟ لا، جوه مفيش 5 بطاريات. انا بدي لاصعب بطاريه ممكن تقابلها في حياتك. جوه مفيش 5 بطاريات، اصل دي ما ينفعش تشيل 5 بطاريات ازاي؟ ده هي يعني اخرها ايه يعني؟ مثلا 3 1 2 3 اخرها 3. امال ايه ده كله؟ السلوك دي كلها ايه؟ كل ده عشان الكنترول، عشان سلك الكنترول. فانت هتشوف البطاريه اللي جوه لما تفك، تشوف البطاريه واصله بطاريه 2 3 بعدد البطاريات توصل عدد البطاريات. بينفع اركب دي مكان دي؟ ولو الفولت حتى اقل زي ما انت ما قلت، هو لا ما ينفعش لسبب واحد. السلوك دي ليها علاقه بالطياره، بتدي اوردر للطياره. السلوك دي ما بتديش اوردر، السلوك دي مجرد شحن بس. هم 3 سلوك، فما ينفعش دي مكان دي. يعني اشمعنى ده نفع؟ نفع عشان نفس عدد السلوك. لكن السلوك الكتيره دي مافيك اير مثلا فيها كميه سلوك دي، ليه مافيك اير نروح ليه مافيك اير؟ هات دي. شايف كميه السلوك اللي واصله؟ هل السلوك دي شحن بس؟ لا طبعا. السلوك دي بتدي للطياره اوردر للطياره. في واحده في سلكتين بيديك 5، سلكتين بيديك 10، سلكتين بيديك 15، هي 15 فولت في الاخر. اوكي بس ده لاجزاء في الطياره بتشتغل باجزاء الطياره. طب ده جاي منين؟ جاي من الكنترول. لكن البطاريات اللي جوه هم 3 بطاريات، يعني احنا في القناه صلحنا بطاريه فانتوم 4. فانتوم 4 زي دي صلحناها. ولقينا جوه 3 بطاريات بس. طب ينفع اغير ال3 بطاريات دول بال3 بطاريات دول ومش نفس السلوك؟ ينفع، يعني دول فيهم سلكتين بس، ينفع. دي فيها 3 بطاريات. الكنترول هتسيبه زي ما هو، يعني في جوه كنترول بيقول لك البطاريه مثلا فيها شحنة قد ايه. الكنترول انت مش تلعب، انت هتاخد الكنترول زي ما هو بغض النظر اسمه ايه. الكنترول انت عامل تقول طبعا اسمه، اللي بيفهم يقول اسمه، انا مش عايز اعقد الناس يعني. الكنترول خليها كنترول وخلاص. كنترول بيشحن، بيتحكم في الشحن، وبيدي سلوك. ده مديني سلكتين اوكي، ده مديني 200 سلك اوكي، ده الكنترول. انا لكن ده جوه 3 بطاريات وده جوه 3 بطاريات، هم نفس البطاريات 4 فولت كل بطاريه، ومفيش اي اختلاف، مفيش اي اختلاف تمام بين دول بين دي ودي. اقعد اشحن. انت شحنتي؟ انت شحنتي. يعني دي هنا دي كده شحن، دي هنا شحن، دي لسه دي فيها 3 شحنات ودي فيها 3 شحنات. دي ده مش عشان توصل لـ4، ودي نفس الكلام، دي الـ4 بتوعها اشتغل خلاص اوكي. لازم تشحن البطاريات دي مره في الشهر على الاقل، ما تسيبش البطاريه مش مشحونه، فكرانها كتير عشان حرام بطاريه ثمنها $100 ترميها في الزباله عشان انت بقى لك شهر ما خدتش طياره. يعني طياره جايب طياره وعادي وقت الشتاء مثلا في دراسه في شغل في اي حاجه، فقعدت شهر ما طيرتش طياره، رميت البطاريه في الزباله. طلع البطاريه اشحنها وارجع ارميها تاني او اركنها تاني في الزباله. اوكي نفس الكلام في البطاريات دي. البطاريات دي فيها 3 سلوك، باخد بطاريتين صغيرين، فيها بطاريتين صغيرين جوه عشان 3 سلوك، فيها بطاريتين صغيرين واحده في التانية. اوكي هي يعني هي بس مجرد الكفر البلاستيك، البلاستيك ده عشان يدخلها في الطياره. نفس الكلام تقدر تاخد دي وتحطها مكان دي. هم 3 سلوك و3 سلوك وشاحن وشاحن، ما فيش اي مشكله. هتاخد البطاريه دي تحطها هنا والبطاريه دي، عشان بس تقدر توصل للمنظر اللي بيركب في قلب الطياره بس. اتفقنا؟ قادر البطاريه دي راكبها في طياره ثانيه؟ تقدر تاخدها تركب الشكل اللي انت عايزه كده مثلا. يعني البطاريه دي طياره بتركب في طياره، اقدر اخد دي مكانها؟ لو نفس الفولت تقدر تاخد دي مكان دي وتغير لها الجاك، بحيث الجاك يبقى نفس الجاك، الجاك ده يبقى نفس الجاك ده. طب الفولت اقل ويمشي الحال، هتطير طياره وقت اقل. الفولت اقل هتطير طياره وقت اقل. يعني دي 11 فولت ودي 11 فولت، بس دي شكلها صغير ودي شكلها كبير، دي خفيفه ودي تقيله. الامبير عالي، قصه امبير. يعني بدل ما تطير الطياره نص ساعه طيرها ربع ساعه. ادي كل الفكره. دي مكان دي؟ دي مكان دي، مفيش اي مشكله. لو الحجم هيخش معاك في الطياره او هتضطر تربطها تحت الطياره فوق الطياره بطريقه تعجبك. اخر مجموعه معايا، خلي بالك من قصه 15 فولت و11 فولت. دي 11 ودي 13، الاثنين شكل بعض بالظبط. الاثنين البطاريتين شكل بعض بالظبط. يعني هنا اشتغلت
هنا اشتغلت، مفيش اي اختلاف بين الاثنين، نفس الانوار ونفس كل حاجه، بس دي 11 ودي 15. لو ركبت دي في الطياره اللي فيها 11 الطياره سافرت هتتحرق منها، لو ركبت دي في الطياره الثانيه هتشتغل بس هتبقى ضعيفه. طب هل ده ممكن يركب؟ لا، هم عاملينها بشطاره بحيث انها ما تركبش، بس واحد عوج السوكت شويه وهتعافى ودخلها ولغى الشريط ده. يعني حاجات كده ما ينفعش تعمل الكلام ده، ما ينفعش. بص للفولت، هتغير البلاستيك حط دي مكان دي اوكي، بس بص للفولت، بص للفولت، علي امبير ما تعليش الفولت، علي الامبير ما تعليش الفولت، اوكي قررتها كتير. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، عايز تشيل دي وتحط دي، شيل دي وحط دي هنا. لو دي باظت منك خد البطاريات دي حطها هنا، والكنترول اللي جوه ده استخدمه هو هو، لان هنا في ثلاث بطاريات وهنا في ثلاث بطاريات. القناه فيها اكتر. اشكركم قوي ان انتوا استحملتوني، انتوا قاعدين اللي قاعد لغايه دلوقتي، يعني اشكره جدا من قلبي، بشكره اللي قاعد لغايه دلوقتي معايا. القناه فيها اكتر من 90 نوع طياره، وفيها طريقه تصليح بطاريات تقريبا كل البطاريات. البطاريه زي دي باظت مني، خدت اتنين من دول حطيتهم جواها، لقيت نفس الحجم من هنا نفس العرض، حطيتهم كده جواها. في فيديو في القناه ليها كده، حطيناهم كده، حطيناهم بالمنظر ده كده جواها، والمكان كان مستريح، يعني كان المكان واسع، يعني شايف المكان واسع ونفس العرض. لان البطاريه دي ب $100، والبطاريات دي كان عندي منها زمان كتير ما كنتش محتاج لهم، فعشان استفاد ان انا اطلع بالبطاريه زي دي، يعني اكسب بطاريه زي دي، خدت اتنين من دول حطيتهم الفيديو في القناه، عجبكم جدا، عملي على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا. قصيت الشكات دي، وصلت دي بدي عشان اخد البطاريات اللي جوه. تمام، بس ده اللي اتعمل. حته اخيره، شايفين النور ده؟ يعني لما اشيل ايديا هيطفي، لما احط ايدي كده. البطاريات دي بتقول لك الشحن اللي في البطاريات دي ايه، هما جايبين فيها الحركه المايصه دي، يعني انك تحط ايديك كده فتنور النور احمر اصفر اخضر. طبعا اخضر يعني فول تانك، اصفر يعني على وشك، احمر يعني البطاريه بتاعتك تفضى. اوكي، هتشيل ايديك الانوار دي هتختفي. البطاريه دي مش للشحن، ما تشحنهاش، ممكن تولع لك في الدنيا، ما تشحنش. لا، طالما مكتوب عليها لا تشحن، يبقى لا تشحن هذه البطاريه. معلومه صغيره بالمناسبه، واشكركم مره ثانيه.